اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض اكله اقتصاديه جدا جدا ب5 جنيه. تعملي الاكله ديت وناس كتير ما تعرفش الاكله دي حاجه اسمها خبيزه. الخبيزه يا جماعه اكله كلها حديد وقيمتها الغذائيه عاليه جدا وناس كتير ما تسمعش عنها. دي الخبيزه يا جماعه بتتباع في السوق رخيصه جدا، الربطتين ممكن يعملوا 5 جنيه. بتبقى على شكل ورده بالشكل ده، كلها حديد وقيمتها الغذائيه عاليه جدا. بنجيبها بالشكل ده ونقطعها او نقرطفها زي الملوخيه بالظبط، كل زهره لوحديها كده اهوت، وبعد كده بننقعها ونغسلها كويس جدا زي الملوخيه بالظبط مره واتنين، وبعد كده نصفيها وننشفها بالشكل دوت. ممكن تخرطيها بقى بالمخرطه زي الملوخيه، وممكن تعمليها في الخلاط. انا هعملها في الخلاط على السريع وهوريكم دلوقتي هعملها ازاي، بس يا ريت تجربوها. بس هي بتطلع بتكون منتشرة اكتر في الشتاء، يعني بتكون موجودة اكتر في السوق في الشتاء. هنجيب صينية كده على النار ونشوحها لمدة 10 دقايق كده هوت بربع كوباية مية صغيرة كده هوت، لغاية ما تدبل خالص وتنزل المية اللي فيها عشان هنضربها في الخلاط تكون سهلة الضرب علينا. هي لونها اخضر يا جماعة، بس التصوير والاضاءة مخليين لونها اصفر شوية. هقلبها كده هوت بالشكل دوت ولغايه ما تدبل خالص. بص لونها اخضر ازاي في الصوره ديت، تدبل خالص. وبعد كده هضربها معاكم في الخلاط. هنجيب بقى حله وفيها معلقه سمنه ومعلقه زيت، هننزل بيها بصلايه مقطعه صغير خالص، هنحمر البصلايه كويس جدا. بعد كده هناخد منها حبه هنحطهم على الوش من فوق على الوش الخبيزه بتاعتنا بعد ما تستوي. وبعد كده هنزل بشوربه، تكون شوربه فراخ او شوربه لحمه بكميه شوربه كده هوت. وبعد كده هجيب معلقه رز. انا كترت الرز شويه يا جماعه، لان تحطوا معلقه او معلقتين رز بالكتير، انا كنت حاطه ربع كوبايه. وهنجيب مرقه دجاج وملح وفلفل وشطه، وهنقلب الشوربه بتاعتنا وهنسيب الرز يستوي كويس. وبعد كده هنضرب الخبيزه بتاعتنا في الخلاط بالشكل دوت، هنحط عليها مثلا ربع كوبايه ميه عشان تضرب معانا. وانت بتضربيها ما تخليهاش زي العصير، لا اضربي ووقفي، اضربي ووقفي، يعني تكون مخرزه كده اهوت او فيها حبيبات تكون طعمها احسن. ويستحب يعني انت تعمليها بالمخرطه هتكون احلى واحلى. بعد كده ننزل بالخبيزه بتاعتنا بعد ما ضربناها على الرز بعد ما استوى، وهنقلبها كويس جدا ونسيبها تغلي بقى كده هوت 10 دقايق. وبعد كده هنعمل معانا الطشه بتاعه التوم، بيتحط عليها توم على الوش، وكمان بيتحط فيها ايه الدقه بتاعه التوم ديت. الحركه بتاعه البصل المحمر دي زياده من عندي، في ناس مش بتحب تعملها ببصل، بس انا بحب الاكل ببصل فحبيت عملت الدقه بتاعه البصل. حمرت كده هوت التوم وحطيت عليه معلقه كزبره، وبعد كده هتشي بيها ايه الخبيزه بتاعتنا. في ناس بتحب تعملها من غير رز خالص وبتحب تعمل جنبيها رز ابيض زي الملوخيه، وفي ناس بتحب تحط لها الرز كده منها فيها وتتاكل بالعيش او بتتاكل بالمعلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس هي اكله موفره خالص، طعمها حلو جدا، القيمه الغذائيه فيها حلوه جدا للاطفال كمان، كلها حديد وبروتينات ونشويات كمان. هقدمها معاكم بالشكل دوت. لو مش حابه تحط رز ما تحطيش، ممكن تعمليها زي الملوخيه من غير رز خالص. لو بتحبي تعمليها برز كده اهوت، قللي الكميه لان انا زودت كميه الرز شويه، وحطي في الاخر ممكن تحط عليها الدقه بتاعه الثوم، وممكن تحط البصل لو انت بتحبي البصل بالشكل ده. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش الاشتراك واللايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.